من أفتي له بالرمي قبل الزوال هل عليه شيء أم تكون في ذمة الذي أفتى له؟ إذا كان يريد براءة ذمته فعليه أنه يفدي، يذبح فدية، ما هم تحمله لا يوم القيامة، هذا عليه مسؤولية الفتوى بغير علم، وأنت عليك مسؤولية أنك أديت النسك في غير وقته فتفدي. نعم. أيضا أنت لم تسأل أهل العلم، لماذا تسأل هذا؟ لماذا لم تسأل إلى أهل الفتوى المعتمدين تسأل وتسأله؟ أنت المقصر وأنت المفرق. نعم.